أصبح العالم يتهمك بالتأديب المعتقلين واغتصابهم بالقنينة، ماذا تقول في هذا الحموشي؟ نعم فعلا قمنا بتأديب المعتقلين وبالقنينات، وهذه كانت تعليمات سيدنا الله ينصره. فأنا غير مأمور، حتى أننا ما كناش نتوصلوا بمعلومات على المعتقلين، لأن الأسئلة ديال الاستنطاقات كانت توصلنا في ورقة مكتوبة، وما علينا المعتقل سوى الإجابة عليه وإمضاء، يعني يمضي عليه. والتهديد كان عبارة على آلية باش يعترفوا المعتقلين على جرائم ما ارتكبوها شيعة وما عمرو ما ارتكبوها، وهادشي اللي كان.